الأسبوع الماضي، وبسبب الأحداث والمظاهرات الحاصلة في أمريكا، تم تأجيل كل عروض وإعلانات وأخبار الألعاب اللي كان من المفترض إقامتها في هذه الفترة. أغلب هذه العروض تم تأجيلها للنصف الثاني من شهر يونيو، سواء EA Play أو حدث سايبر بانك 2077 نايت واير. أما حدث ألعاب البلاي ستيشن 5 واللي كان مفروض يقام الخميس الماضي، تم الإعلان رسميا من سوني أنه 11 يونيو الخميس المقبل بيكون موعد العرض بعد التأجيل. وفي هذا الفيديو حبيت أعطيكم كل المعلومات الجديدة الخاصة بحدث ألعاب بلاي ستيشن 5. من خلال موقع بلاي ستيشن بلوغ، تم الإعلان عن معلومات جديدة بخصوص حدث بلاي ستيشن 5. أهمها أنه الحدث واللي راح يتجاوز حاجز الساعة من ناحية المدة تم تسجيله مسبقا وما راح يكون حدث مباشر. بالإضافة للمعلومة المهمة، وهو أنه كامل العروض في الحدث بتكون بجودة Full HD 1080 بيكسل وبسرعة 30 إطار بالثانية. السبب في عدم جعلها بجودة 4K على حسب كلام سوني هو لتسهيل عملية إنتاج العرض، خصوصا في هذه الفترة الصعبة واللي أغلب موظفي الشركة بيعملوا من منازلهم فيها. وأكدت سوني أنه الألعاب اللي راح نشوفها في العرض المقبل بتكون أفضل بكثير لما يتم تشغيلها على البلاي ستيشن 5 وبشاشة 4K. أما المعلومة الأخيرة اللي شاركتنا هي سوني، فهي الطلب من المتابعين مشاهدة الحدث باستخدام سماعات الأذن، لأنهم ناويين يقدموا عرض صوتي من الصعب تقديره بالشكل الصحيح باستخدام سماعات التلفزيون أو سماعات اللابتوب العادية. غالبا هذا العرض راح يتضمن محرك الصوت الخاص ببلاي ستيشن 5 والجديد كليا التيمبست 3D أوديو. هذا الحدث مثل ما ذكرت بيكون مخصص للألعاب، بمعنى أنه غالبا ما راح نشوف لا شكل الجهاز ولا راح يتم الإعلان عن سعره في هذا العرض، خصوصا مع تأكيد سوني أنه الأسابيع القادمة بتشهد فعاليات وعروض أخرى خاصة بالبلاي ستيشن 5، في إشارة إلى أنهم ما راح يكشفوا عن كل شيء ويرموا كل كروتهم من أول عرض. فبخصوص الألعاب، طبعا وقبل أي حدث من هذا النوع يكون فيه الكثير من الشائعات والتسريبات واللي ما راح نعرف مدى صحتها إلا مع نهاية العرض. فمن أهم هذه الشائعات أنه الحدث رح يشهد الإعلان عن لعبة ريتشت أند كلانك جديدة كليا، بالإضافة للإعلان عن ريماستر خاص بديمون سولز وبلادبورن. وأيضا أكدت الكثير من المواقع أنه الجزء الثاني من هورايزن زيرو داون بيكون موجود في العرض. شخصيا هذه اللعبة أشوف تواجدها منطقي جدا، خصوصا أنه الجزء الأول صدر من 3 سنين ومن وقتها وغوريلا جيمز في سبات. أما اللعبة اللي الشائعات عنها ما توقف، سايلنت هيل، فالكثير من المواقع ذكرت انها راح تحصل على ريبوت كامل وبتكون حصرية للبلاي ستيشن 5. شخصيا اتوقع انه الحدث بيكون جدا قوي وبيشهد عروض مفاجئة وقوية، سواء لألعاب جديدة كليا او اجزاء جديدة لسلاسل ألعاب بلاي ستيشن الكثيرة. للتذكير، حدث ألعاب البلاي ستيشن 5 بيكون يوم الخميس 11 يونيو القادم الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية، وتقدروا تتابعوه مباشرة على حساب بلاي ستيشن في اليوتيوب وتويتش. وطبعا كالعادة في بلاير 1 راح أغطي لكم أهم المعلومات والإعلانات بعد نهاية العرض. أما لمشاهدة المزيد من مختلف المواضيع عن كل ما له علاقة في عالم الألعاب، اشتراك وجرس وخذ لفة على باقي فيديوهات بلاير 1. وكالعادة شكرا على المشاهدة.